أهلنا وأحبتنا، إننا على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ولا يخفى عليكم أن إخوانكم الفقراء في غزة يتطلعون للحصول على فرصة الاستمتاع مع أبنائهم لتناول اللحوم في هذا الموسم المبارك. وبفضل الله فإن مسجد استقلال إندونيسيا قد أصبح معلما للعمل الإنساني والخيري لتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين. فيا إخواننا المحسنون، قد فتح الله لكم بابا لإدخال السرور والسعادة عليهم، ولعل الله أن يرزقكم السعادة الأبدية في الآخرة، كما ونسأله سبحانه أن يمن علينا وعليكم في إندونيسيا بالسلامة التامة من كارثة كورونا، وأن يوفقنا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام 1441 هجري في سلام. اللهم آمين آمين يا رب العالمين.